أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقات جديدة من برنامج رأي. تعلموا حضراتكم بأن هناك حجم كبير من الخلافات بين كل من تركيا واليونان وتوترات دبلوماسية كبيرة للغاية، بل إنه كان هناك محاولات من اليونان من أجل تسليح عسكري من أجل مواجهة الدولة التركية في شرق المتوسط، وكان هناك تدريبات قتالية قوية للغاية ومناورات بحرية في شرق المتوسط بين كل من تركيا في مواجهة اليونان. مسألة شرق المتوسط تلك جعلت هناك حالة كبيرة من التوترات بين تركيا واليونان وعدد أيضا من الدول في العالم، وكانت الشغل الشاغل للصحافة العالمية. الآن كان هناك حديث كثيرة عن استقدام الدولة اليونانية للكمامات. كمامات أتت من شركة ألمانية، وفوجئ أعضاء البرلمان اليوناني بأن تلك الكمامات مصنوعة في تركيا. هنا صارت سائرة الجميع، كيف يمكن لهم أن يرتدوا كمامات صنعت في تركيا؟ وحضراتكم تعلموا حجم العداء بين تركيا واليونان وحجم التوترات الدبلوماسية. دعونا نلقي نظرة في البداية على الصورة الأولى التي لدينا والتي تشير إلى هذا الأمر، وتلك المفاجأة التي تم الكشف عنها من قبل الصحافة الإخبارية. اليونان توزيع كمامات تركية يفجر أزمة في البرلمان. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية والتي توضح مزيدا من التفاصيل حيال هذا الأمر المفاجئ. أحدثت الكمامات المصنوعة في تركيا جدلا بين نواب البرلمان اليوناني، وذكرت وسائل إعلام يونانية إن النائبة عن الحزب الشيوعي كانالي انتقدت توزيع كمامات تركيا على نواب البرلمان. وفي كلمتها بالبرلمان قالت كانالي إن الكمامات الموزعة بالبرلمان تركية المنشأ، وهذا ليس سيئا، ولكن يبدو أن المصالح تعبر من تركيا إلى اليونان في حين لا يستطيع المهاجرون العبور. وفي تصريح لرئيس البرلمان اليوناني للإعلام المحلي قال إن شركة ألمانية فازت بمناقصة توريد الكمامات للبرلمان، وأشار أن البرلمان لم يلاحظ في البداية أن مكان مصنع الشركة الألمانية كان في تركيا إلا بعد وصولها إلى اليونان وملاحظة أن الكمامات صنعت في تركيا. وأوضح أن البرلمان قد يلجأ إلى الاتفاق مع شركة بديلة لتوريد الكمامات إليه في المرات المقبلة. يشار قطعا إلى أن العلاقات بين تركيا واليونان البلدان الجاران برا وبحرا تتوتر بين الحين والآخر بسبب جملة من المشاكل والقضايا. طيب، دعوني أرحب الآن بالسيد مضر حماد الأسعد الكاتب الصحفي الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب. أهلا بحضرتك سيد مضر. يا مرحبا. أهلا بحضرتك سيد مضر. يعني يبدو بأننا أمام أمر مفاجئ للغاية، بالرغم من كل تلك التوترات بين تركيا واليونان، إلا أن هناك مفاجأة كشفت عنها الصحافة العالمية بأن هناك أزمة داخل البرلمان اليوناني نتيجة توزيع كمامات تركية على أعضاء البرلمان. أليست تلك الواقعة كاشفة عن قوة الدولة التركية وعن تصاعد الاقتصاد التركي وعن حجم كبير من الصادرات التركية يجوب العالم أجمع؟ حتى الدول التي لديها توترات مع تركيا تشهد أيضا تواجد مكثف للمنتجات التركية، بماذا تعلق؟ يعني هو بالحقيقة لا شك بأن تركيا في السنوات الأخيرة وبعد حكم حزب العدالة والتنمية وقبل ذلك حزب الرفاه، تركيا استطاعت أن تتقدم وبسرعة مذهلة على كافة الأصعدة السياسية والإعلامية والتجارية والرياضية والاجتماعية والزراعية. تركيا أصبحت اليوم اقتصاديا من الدول الكبرى على مستوى العالم. هذا الأمر يعني أزعج ويزعج الكثير من الدول التي لا تتمنى لتركيا بأن ترتقي إلى مصاف الدول الكبرى، ولهذا السبب هناك عملية فتنة دولية باتجاه تركيا. هذا أولا، هناك عملية فتنة بين تركيا وبين الدول الجوار خاصة من أجل إلهاء تركيا بالقضايا السياسية أو العسكرية، وأن تبتعد عن التصدير أو عن الإنتاج، لأن يريدون من تركيا التي يوجد فيها 80 مليون نسمة، يريدون من تركيا أن تكون سوق مستهلكة، لا يريدون لتركيا بأن تكون منتجة ومصدرة ولها تأثير اقتصادي ومالي على مستوى العالم. المشكلة بين تركيا واليونان هي ليست وليدة اليوم، المشكلة هي قديمة.
هناك دول تسعى على أن تبقى هذه المشكلة قائمة وموجودة، حتى عندما تهدأ هذه المشاكل وعندما يلتقي الرؤساء أو يلتقي الوزراء أو على المستوى القادة الكبار تهدأ هذه الأمور، هناك من يأتي ويحرث هذه المشاكل القديمة من أجل أن تكون هي على سطح الواقع. وهذا ما يحدث حاليا، من مصلحة اليونان أن تكون لها علاقات قوية مع تركيا، وخاصة تركيا القوية اقتصاديا وماديا وكذلك في الموارد المتنوعة، بالإضافة إلى تأثيرها السياسي والعسكري. ولكن يبدو أن من يحاول دائما على زرع الفتنة وإثارة المشاكل بين اليونان وبين تركيا، يعني على مستوى الكمامات، يعني الكمامات تستطيع أي دولة في العالم أو يستطيع أي معمل أو أي ورشة صناعية في العالم أن يقوم بصناعة الكمامات، فلماذا البرلمان اليوناني يتخذ من هذا الموضوع مشكلة؟ إذن هناك من يحاول أن يوجد مشاكل سياسية بين نعم سيد مضر، نعم مع حضرتك. حضرتك كنت تشير إلى أن هناك محاولات لزرع مشاكل وخلق أيضا صعوبات كبيرة تواجه العلاقات الدولية بين كل من تركيا واليونان في هذه المرحلة. طيب سنعود للاتصال بالسيد مضر لأننا فقدنا الاتصال معه، ولكن هذا الأمر كان لافتا للنظر بشكل كبير للغاية، خاصة مع الصعود التركي الكبير فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي. تركيا وقواتها الآن المتزايدة والمتصاعدة تجبر الجميع على الإنصات لها. نتحدث أيضا عن تركيا التي تحاول بقوة أن يكون لها تدخل في شتى المشاكل والقضايا الهامة بالنسبة للعالم أجمع. نتحدث عن أزمة أوكرانيا وعن التواجد الروسي على الحدود الأوكرانية وعن الحشد العسكري الكبير الذي يتخطى 100,000 جندي للدولة الروسية بجوار أوكرانيا، وتهديد هذا الأمر للسلم العالمي كما تقول الصحافة الأمريكية، وعن محاولات أمريكية لردع الروس وجعلهم يتراجعون عن المضي قدما في شن حرب عسكرية ضد أوكرانيا. أوكرانيا تقول بأنه لا يقف بجوارها أحد من دول العالم إلا تركيا، وأن تركيا أمدتها بطائرات البايراكدار التي أثبتت كفاءة وتفوقا كبيرا على السلاح الروسي في الحرب التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا. البعض يتحدث عن قوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن فلاديمير بوتين يعلم قواعد اللعبة جيدا. دعوني أرحب مجددا بالسيد مضر حماد الأسعد. نعم سيد مضر، حضرتك كنت تشير إلى أن هناك من يحاول أن يصدر المشاكل للدولة التركية ويجعل هناك توترات دبلوماسية كبيرة معها ومع عدد من الدول الأوروبية. نعم وهذا الشيء هو موجود حاليا على أرض الواقع. يعني على سبيل المثال تركيا موجودة على جدول أعمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة، وكلما يطلب الاتحاد الأوروبي من تركيا أن تفعل شيء ما في كافة المجالات، فعندما يتم تفعيل هذا الموضوع المطلوب من قبل الاتحاد الأوروبي يأتي ويتم تأجيل القرار بضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. يعني واليوم تركيا هي الدولة الثانية في حلف الناتو على الصعيد العسكري وكذلك على الصعيد الأمني أو السياسي أو حتى على الصعيد الاقتصادي. هذا الأمر يدل على أن هناك يعني خطة أو هناك عمل ممنهج من أجل إبعاد تركيا عن الاتحاد الأوروبي، عن إبعاد تركيا وتقويضها سياسيا واقتصاديا وتجاريا. هناك خطة من أجل إبعاد تركيا عن العالم الذي يحيط بها من خلال زرع الخلافات على سبيل المثال بينه وبين العرب، بينه وبين اليونان وغيرها من دول العالم. ولذلك أستطيع أن أقول بأن السياسة التركية حاليا هي سياسة استيعاب الجميع، ولذلك تعمل أولا على حفظ كرامة الشعب التركي أو تركيا، بالإضافة إلى التقرب من الدول التي يمكن أن تقدم شيء لتركيا إذا كان سياسيا أو إعلاميا أو اقتصاديا أو في كافة المجالات الأخرى. وعلى سبيل المثال اليوم الصناعات العسكرية التركية تغزو دول العالم، حتى الدول الكبرى عسكريا هي
تقوم بشراء الطائرات المسيرة، لشراء الأسلحة المتنوعة، وهذا الأمر يدل على أن تركيا قد دخلت السوق العسكرية في عملية التصدير، وقبل ذلك دخلت السوق الاقتصادية في عملية تصدير المواد أو المنتجات من السيارات، المنتجات السيارات الثقيلة، السيارات المتنوعة بإنتاج الحديد والصلب، بالإضافة إلى المنتوجات الزراعية، بالإضافة إلى المنتوجات أو الإنتاج الحيواني. يعني أنا يعني على سبيل المثال عندما تسير بين المدن التركية تلاحظ قوة البنى التحتية في تركيا، تلاحظ قوة الاقتصاد التركي، تلاحظ التقدم الكبير في تركيا في مدن، أغلب مدن تركيا وخاصة المدن النائية التي كانت تسمى مدن نائية مثل ديار بكر أو أورفا أو عينتاب أو ماردين أو بقية المدن البعيدة عن أنقرة أو البعيدة عن أسطنبول، عداك ما هو من تقدم ملحوظ وكبير في مرسين، في اسكندرون، في أنقرة، في بقية في ألانيا، في أنطاليا، يعني بقية المدن التركية الأخرى. طب حضرتك أشرت إلى أمر هام ولافت للأنظار في هذه الآونة يتمثل في التطور الهائل الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية. نتحدث عن غواصات تركية، طائرات مسيرة تغزو العالم كما أشرت حضرتك سيد مضر. كيف ترى هذا التطور الهائل وأيضا انعكاساته على قوة تركيا فيما يتعلق بمجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تتدخل بها الدولة التركية وتلقي بوجهة نظرها حيلها؟ يعني لا شك بأن التطور العلمي والتطور التطور البحث العلمي في تركيا ساهم في زيادة الصناعة في تركيا، ساهم في زيادة الإنتاج في تركيا، ساهم في دخول تركيا إلى الدول المصنعة والدول المنتجة. التعليم في تركيا أصبح متطور جدا وعلى كافة المجالات، يعني من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية النهائية. هذا التطور التعليمي التربوي ساهم في فرز الكثير من العلماء. الدولة التركية دعمت واستقطبت هؤلاء الشباب العلماء، ولذلك نجد بأن هناك تطور في الصناعات الثقيلة الخفيفة والمتوسطة، وخاصة في مجال الصناعات العسكرية، ومثل ما ذكرت حضرتك الغواصات والطائرات بمختلف أنواعها، يعني الطائرات الحربية، طائرات المسيرة، كذلك الدبابات المدفعية، الصناعات العسكرية الخفيفة والمتوسطة. يعني أصبح الجندي التركي تقريبا يستعمل السلاح المنتج محليا. نعم هناك عملية استيراد لبعض الأجهزة العسكرية أو الصناعات العسكرية، ولكن بمجمل الأمور أكثر من 80% من حاجة أو احتياج العسكري التركي أو الآلة العسكرية التركية هو من خلال التصنيع المحلي داخل تركيا. طيب سيد مضر، هل تعتقد بأن الدول العربية في حاجة ماسة للاستفادة من تلك القدرات العسكرية للجيش التركي الهائلة، وأيضا الاستفادة من الصناعات الدفاعية المتطورة لتركيا، ونحن نتحدث عن اعتداءات حوثية بحق أبو ظبي وبحق دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الآونة؟ أولا أخي الكريم، يجب أن يعرف العالم ويجب أن يعرف العرب، إبعاد مكة عن إسطنبول يعني إضعاف للعرب وإضعاف لتركيا، إبعاد تركيا عن العالم العربي يعني استهداف العالم العربي والاستفراد به، وما يحدث حاليا على أرض الواقع هو أكبر مثال على ذلك. اليوم دول الخليج على سبيل المثال، دول الخليج يجب أن تعرف بأن عمقها الاستراتيجي هي تركيا، يجب أن تعرف بأن
مهما اجتمعت من دول من أجل الدفاع أو حماية أو دعم دول الخليج فلن يكون مثل ما تقوم أو تقدمه تركيا، لأن هناك علاقة وثيقة جدا بين المجتمع أو بين الأمة التركية. عندما نقول الأمة التركية يعني الأتراك، يعني القوميات المختلفة المشكلة للأمة التركية من الترك والعرب والكرد وكذلك السريان والتشيتشان وغيرهم من القوميات. عندما نقول العرب كذلك نحن نقول العرب والتركمان والتشيتشان والسريان والأكراد وبقية القوميات الأخرى. لذلك الحدود الوهمية الموجودة بين تركيا وبين الدول العربية يجب أن لا تكون هي سبب خلاف، على العكس تماما، يجب تطوير العلاقات التركية العربية من أجل مصلحة العرب أولا ومن ثم من أجل مصلحة تركيا. إيران اليوم هي الداعمة لعصابات الحوثيين، عصابات الحوثيين الموجودة في اليمن هي تهدف بالأول والأخير السيطرة على الجزيرة العربية أو على منطقة الخليج العربي وإضعاف دول الخليج العربي من أجل تحقيق المشروع الفارسي، أو مثل ما يقال الثورة الإسلامية، وهي حقيقة مصطلح يعني سيء جدا. المراد من هذا المصطلح هو تصدير الفكر الصفوي وتصدير الفارسية إلى بقية الدول العربية، لأن أحفاد الفرس حاليا في إيران أو أحفاد إسماعيل الصفوي حاليا في إيران ينظرون على أن دول الخليج هي تابعة لهم، وينظرون على أن بلاد الشام هي لهم ويجب السيطرة عليها. ولذلك نجد بأن عصابات حزب الله وعصابات الحرس الثوري الإيراني اليوم قد استباحت العراق، استباحت سوريا، استباحت لبنان، إضافة إلى الحوثيين الذين استباحوا اليمن، وهم يقومون بتهديد دول الخليج العربي وعلى أرض الواقع. وما قصف المدن السعودية وقصف الإمارات هو شيء موجود على أرض الواقع. ولذلك صرح تلامذة ملالكم أكثر من مرة بأن هدفهم هو السيطرة على الخليج العربي وإعادته إلى الحاضنة الفارسية أو الإيرانية، إضافة إلى ذلك تدمير مكة والمدينة، لأن بنظرهم قم هي أساس الإسلام وقم هي المحطة الرئيسية للإسلام في العصر الحديث. لذلك نحن نتمنى من العرب، من قادة العرب، بأن ينظروا إلى تركيا بالعين، العين السليمة والعين الصحيحة، لأن إبعاد تركيا عن الدول العربية يعني الاستفراد الإيراني الصهيوني وكذلك بعض الدول الأخرى بالعرب والثروات الباطنية العربية وبالإنسان العربي، وأخيرا يتم استباحة التراب العربي على يد هؤلاء الأعداء. طيب سيد مضر، على ذكر هذا الأمر، صحيفة أمريكية وهي المونيتور تقول بأن تركيا فقط هي التي تقف بجانب أوكرانيا وليس أمريكا، وتشير إلى أن هناك خبراء أوكرانيين يشيدون بوقوف الدولة التركية بجانبهم، وأن تركيا هي صديق بحق لهم، وأن رئيس أردوغان قوي ولا يأبه من بوتين، ويشيرون إلى أن هناك بالفعل مساعدات تركية أتت لهم، ويتلمزون ويتغمزون بالولايات المتحدة الأمريكية. كيف ترى هذا الأمر وما المستفاد منه؟ نعم، لا يعني اليوم الاتحاد الأوروبي أو الدول أو أمريكا أو حلفاء أمريكا اليوم يعني وقفوا موقف الحياد اتجاه ما تتعرض له أوكرانيا. روسيا غزت أوكرانيا واحتلت وسلخت منهم جزيرة القرم. جزيرة القرم يعني الذي لا يعرف جزيرة القرم يجب أن يعرف بأن سكان جزيرة القرم هم من الترك ومن المسلمين. هي غزت هذه الجزيرة المهمة جدا في البحر الأسود، وهي تعتبر شريان الحياة في منطقة البحر الأسود. روسيا اليوم هي مهدد كبير على
مهدد على وحدة أوكرانيا وعلى سلامة الأراضي الأوكرانية. علاقات أوكرانيا مع تركيا هي علاقات قديمة، علاقات قوية جدا سياسيا واقتصاديا وعلى كافة الأصعدة وفي كل المجالات. عندما يغيب الاتحاد الأوروبي عن مساعدة أوكرانيا وعندما تغيب أمريكا عن مساعدة أوكرانيا، فحتما أوكرانيا ستذهب إلى تركيا من أجل تقوية العلاقات السياسية معها، من أجل حمايتها، من أجل الوقوف معها ضد روسيا. روسيا لا تريد أن تخسر تركيا، ولكن بنفس الوقت هي على خلاف مع تركيا في الكثير من النقاط، فهي على خلاف معها تقريبا نوعا ما في سوريا، وكذلك هي على خلاف معها في أفغانستان، وعلى خلاف معها في أذربيجان، وعلى خلاف معها في ليبيا. ولكن هناك ممكن بعض التلاقي في بعض النقاط. روسيا لا تريد أن تخسر تركيا، وبنفس الوقت هي لا تريد أن تكون تركيا قوية وأن يكون لها نفوذ في الدول المحيطة في روسيا، مثل كازاخستان، مثل تركمانستان، مثل أذربيجان، وكذلك مثل أوكرانيا، لأن النفوذ التركي عندما يكون في هذه الدول هو يسير من الناحية القومية، وعندما يتم التطرق إلى الناحية القومية يعني هناك الحسب والنسب والقرابة، أي العاطفة القومية التركية التي تجمع الجميع، وهذا أقوى حتى من السياسة. لذلك هناك تخوف روسي من التغلغل التركي داخل بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. رائع جدا. طبعا على ذكر هذا الأمر، كانت هناك صحيفة روسية تتحدث هل إنه بالفعل تركيا ستتدخل في الحرب والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الروسية في سوريا، خاصة بعد إعلان روسيا عن رفضها لتواجد قوات أجنبية على الأراضي السورية. تمت الإشارة أيضا في خضم هذا التقرير أو هذا المقال إلى أن هناك من جانب روسيا تخوفات كبيرة من تركيا والقدرات العسكرية الهائلة لتركيا، بمعنى أن روسيا تخلت عن أرمينيا في مواجهة أذربيجان بعد تدخل تركيا. روسيا أيضا يقال بأن المرتزقة التابعين لها تعرضوا لضربات قوية من الطائرات المسيرة التركية سواء في ليبيا أو سوريا، ولم يتم الإشارة إليها في وسائل الإعلام الروسية أو أي بيان يصدر من قبل السلطات الروسية. كيف ترى مجمل تلك التصورات؟ أخي الكريم، عندما نتطرق إلى الخلاف الروسي التركي أو إلى الخلاف الأمريكي الروسي في سوريا، أولا خلاف روسي أمريكي في سوريا لا يوجد. عندما شارف نظام الأسد على السقوط عام 2012-2013، سمح لحزب الله وسمح للميليشيات الإيرانية وإيران والميليشيات العراقية بالتدخل من أجل إنقاذ الأسد. عندما استطاع الجيش الحر أن يدحر الميليشيات الإيرانية وحزب الله وبقايا نظام الأسد، تم الموافقة لروسيا من قبل أمريكا ومن قبل إسرائيل ومن قبل حتى بعض الدول العربية بالتدخل في سوريا من أجل إنقاذ إيران وحزب الله والميليشيات العراقية والإيرانية، ومن أجل إنقاذ نظام الأسد. وأمريكا هي التي سمحت لروسيا بالتدخل في سوريا، يعني لولا أمريكا وإسرائيل روسيا لا تستطيع التدخل حتى لو بعسكري واحد داخل سوريا، رغم أنه هناك كانت قواعد عسكرية روسية في سوريا قبل الثورة، أي قبل 15/3/2011، وهي موجودة في دمشق وكذلك في بعض أحياء دمشق أو حتى على جبل قاسيون من أجل حماية نظام الأسد، أو كذلك على الساحل السوري. إذن الخلاف الروسي الأمريكي داخل سوريا هو محض افتراء، هو فقط خلاف إعلام من أجل أن يقال بأن روسيا لا تريد لأمريكا أن تتواجد من أجل كسب الشعب السوري، من أجل إيهام النظام السوري بأن روسيا تقف معه ضد أمريكا أو ضد حلفاء أمريكا البيدي أو قوات سوريا الديمقراطية. لذلك لا يوجد خلاف نهائيا بين أمريكا وروسيا. أمريكا إذا أرادت من روسيا أن تخرج من سوريا فهي خلال دقائق معدودة تخرج من سوريا. التواجد الأمريكي، التواجد الروسي هو بموافقة أمريكية، ولذلك روسيا لا تستطيع أن تسير عربة عسكرية واحدة في منطقة الجزيرة والفرات بدون موافقة أمريكا
وحتى إذا ظهرت بعض الخلافات وبعض المشاكل فهي سطحية وهي مثل الذي يضحك على الذقون. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد مضر حماد الأسعد الكاتب الصحفي على كل تلك الإيضاحات التي أوضحتها لنا في حلقة ليلة من برنامج رأي. حياكم الله. الله يبارك فيك يا رب. أبقى مع حضراتكم متابعينا الكرام، ولا نتجه لأمر آخر شغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمدينة جيريسون التركية. أهالي المدينة استقبلوا الرئيس أردوغان بحفاوة بالغة، وكانت هناك مفاجأة وصفها كثيرون بأنها مفاجأة عاطفية بالنسبة لرئيس أردوغان. طيب قبل أن نذهب إلى هذا الأمر دعونا نلقي نظرة سريعة على ما ذكره الرئيس أردوغان بحق البرامج التلفزيونية التركية التي مع الأسف الشديد يشهد معها المشاهد محاولات لتغيير القيم الإسلامية داخل المجتمع التركي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتفض ضد مثل تلك البرامج التلفزيونية التي تساهم في نشر الرذيلة والانحراف. أمام حضراتكم أردوغان يصدر مرسوما حول البرامج التلفزيونية المخالفة للقيم الأساسية في تركيا. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا والتي توضح على محاولات كبيرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاربة أمثال هؤلاء الذين يدعون للشذوذ، للانحراف، للرذيلة عبر استخدام وسائل الإعلام وعبر استخدام أيضا الدراما التلفزيونية. ورد في مرسوم صدر عن الرئيس التركي أن القرار يهدف إلى القضاء على الآثار الضارة للبرامج التلفزيونية ذات المحتوى الأجنبي وحماية الثقافة التركية. وجاء في المرسوم سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات ضد البرامج التي تؤثر سلبا على الأسرة والأطفال والشباب من خلال القوانين التركية، كما نص أيضا على حماية الأطفال والشباب من الرسائل التي تنقل عبر رموز محددة دون الخوض في التفاصيل. طبعا هناك هجمة شرسة على قيم الفطرة الإنسانية من قبل دراما تلفزيونية، من قبل برامج تلفزيونية، ولكن المجتمعات الإسلامية تحاول التصدي لها. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم صورة كانت لافتة للأنظار لحاكم إحدى الولايات في الدولة الأفغانية. حاكم هذه الولاية هو أحمد علي جان حاكم ولاية باكيتا، يخرج إلى الخط السريع في تلك المدينة ويستفسر من سائقي السيارات عن المشاكل التي يواجهونها في الطريق، ويصعد إلى نافذة الشاحنة بنفسه بدلا من أن ينزل السائق منها في مثل هذه الأجواء الصعبة من درجات الحرارة المنخفضة. يعني أمام حضراتكم حاكم الولاية يتشبث بالسيارة بهذه الطريقة في مشهد نال إعجاب الجميع على السوشيال ميديا، وأشادوا بتلك التحركات والتصرفات للولاة من قادة حركة طالبان الذين يتولون الآن زمام الأمور في الأراضي الأفغانية، وهم يعلمون بأن هناك أعباء كبيرة تلقى بعاتقها على المواطن الأفغاني بسبب تلك القرارات التي يرى فيها الشعب الأفغاني بأنها مجحفة وظالمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي حينما يقرر حجز الأموال الأفغانية المستحقة لدى البنوك الأمريكية بعد اعتلاء حركة طالبان لسدة الحكم في أفغانستان ورحيل رئيس الهرب أشرف غني. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية والتي ستوضح ما تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أمام حضراتكم صورة لقائد من قادة قوات طالبان أو الجيش الأفغاني وهو يقوم بتوزيع المساعدات الغذائية على الفقراء من أبناء أفغانستان. أمام حضراتكم القيادي البارز السيد جنرال مبين خان يجوب أحياء العاصمة الأفغانية كابول ويقوم بتوزيع المساعدات المادية والمالية على الأسر الفقيرة وأيضا على الأسر التي تحتاج إلى رعاية خاصة. أمر رائع للغاية ويدلل بالفعل على أن هناك مجهودات تبذل الآن من جانب قادة حركة طالبان. تلك المجهودات الآن يتم عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية التابعة لحركة طالبان، وتدلل على أن هناك مرحلة جديدة من عمر الدولة الأفغانية هي مرحلة البناء بعد أن كانت تتعرض لصعوبات وللهدم
من قبل الاحتلال الأمريكي الذي كان يتواجد طيلة 20 عام، هي عمر تواجد الأمريكيين داخل الأراضي الأفغانية، ولكن الآن بإذن الرحمن ينهض الشعب الأفغاني من جديد ويتغلب على كل تلك المعوقات الاقتصادية وينتزع اعترافا حقيقيا من المجتمع الدولي بعد تلك التعهدات الهامة ولافتة النظر التي أشار إليها قادة حركة طالبان. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا أمام حضراتكم، جانب من قيام قوات حركة طالبان أو الجيش الأفغاني بتوزيع المساعدات الغذائية على نساء كابول وعلى الأسر الفقيرة التي تحتاج لتقديم يد العون في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها الشعب الأفغاني. كل تحية لهؤلاء الذين يقدمون يد العون إلى أمثال هؤلاء المحتاجين. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية لنشاهد ما تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أمام حضراتكم الملا يعقوب يقوم برعاية الأيتام بنفسه، يقوم بإحضار هؤلاء الأيتام وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم ومساعدة كل من يتولى رعاية هؤلاء الأيتام. صورة كانت لافتة للنظر للغاية وأتت تحت عنوان الأيتام في كنف وزير الدفاع. أمام حضراتكم وزير الدفاع الملا يعقوب ويظهر في هذه الصورة وراية التوحيد حاضرة، وتدلل أيضا على أن الجيش الأفغاني الجديد يحاول أن يقدم يد العون للشعب الأفغاني في كل المجالات، قطعا يكاد يكون أهمها مجال تحقيق السيادة الأفغانية على كل ذرة من ذرات تراب الدولة الأفغانية. الملا يعقوب كان حريص على التقاط تلك الصور مع الأيتام لإيصال تلك الرسائل واضحة وجلية للشعب الأفغاني، خاصة وأننا نشاهد بأن هناك حملات شرسة تستهدف تشويه قادة حركة طالبان، ويتحدثون عن أنهم أتوا من أجل قمع الجميع، قمع الشباب، النساء، الشيوخ، الكل سيعيش حالة كبيرة من القمع والذل تحت إدارة طالبان. ولكن تلك الصور التي نشهد معها احتفاء كبير من قبل الشعب الأفغاني بقادة حركة طالبان وقيام قادة حركة طالبان بتقديم يد العون وتقديم مجهودات كبيرة في خدمة هذا الشعب، هم الآن خدم عند الشعب الأفغاني. لا نتحدث عن أنهم يمنون على الشعب الأفغاني بتقديم تلك الخدمات، ولكن هذا هو الطريق الذي تسلكه حركة طالبان، طريق خدمة الشعب وطريق في إطار محاولات النهوض بالشعب الأفغاني وبالدولة الأفغانية. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية والتي ستوضح أيضا ما تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أفغانستان. هناك يا جماعة إعجاب شديد للغاية من قبل أبناء الشعب الأفغاني بحركة طالبان، وراية التوحيد قطعا تتواجد في قلوب كل أبناء الشعب الأفغاني وكل أبناء العالم الإسلامي. لذلك تشاهدون أمام الشاشة تلك الصورة لراية التوحيد وهي موضوعة على الهاتف، على هاتف أحد المواطنين الأفغان، ما يعني اعتزازا واضحا وجليا من كل أبناء دولة أفغانستان براية التوحيد. قطعا راية التوحيد تلك هي علم حركة طالبان، الحركة التي تتسيد الآن في البلاد، الحركة التي تقوم بعمل عروض عسكرية تجوب شوارع الدولة الأفغانية في العديد من الولايات والمدن، ونشهد احتفاء شعبيا كبيرا بها يدلل على مدى التلاحم الشعبي الكبير مع حركة طالبان في خضم تلك المعاناة القوية للدولة الأفغانية، ومحاولات وجود محادثات مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إزالة تلك العقوبات المفروضة على الدولة الأفغانية بعد اعتلاء حركة طالبان لسدة الحكم. لكن تلك الصور التي تنتشر على السوشيال ميديا تبين بالفعل بأن الشعب الأفغاني داعم وبقوة لحركة طالبان، داعم وبقوة لمن يحاول أن يسير وفقا للمناهج الإسلامية.
قطعا هناك محاولات من قبل الإعلام الأوروبي لإظهار أن الشعب الأفغاني لا يتضامن مطلقا مع حركة طالبان، وأنه يرفض القواعد التي تشير إليها حركة طالبان في تعاملها مع أبناء الشعب الأفغاني، والتوصيات الصادرة من قبل حكومة تصريف الأعمال الأفغانية للمجتمع الأفغاني، ويشيرون إلى أنه تأتي تلك التوصيات في إطار محاولات من جانب حركة طالبان لقمع هؤلاء، مثل ضرورة ارتداء الحجاب، يرون بأن النساء الأفغانيات يرفضن مثل تلك التوصيات. ولكن على أرض الواقع شاهدنا المرأة الأفغانية تخرج في تظاهرات لتتحدى هؤلاء وتعبر عن دعمها لحركة طالبان. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. طيب يمكن كانت تلك هي الصورة الأخيرة التي لدينا، لكن بلا شك هذا الأمر يدلل على أن هناك محاولات كبيرة تبذل في هذا الثناء، تبذل من جانب حركة طالبان في سبيل إسعاد الشعب الأفغاني. والعالم الإسلامي حقيقة الآن يتضامن يدا واحدة من أجل مواجهة أعداء الأمة الإسلامية. الجميع يعاني، نتحدث عن معاناة من جانب أبناء الشعب الأفغاني، نتحدث عن معاناة من جانب أبناء سوريا، وتحدثنا عن تلك المعاناة بشكل قوي وكبير للغاية، إلا أننا بالرغم من حديثنا عن تلك المعاناة نشهد يعني محاولات كبيرة من أبناء العالم الإسلامي من أجل نشر الإسلام. عموما دعونا نلقي نظرة أيضا على الصور التالية والتي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تأتي في إطار العالم الإسلامي وقضايا الأمة الإسلامية. دعونا نشاهد تلك الصحيفة الروسية والتي أشارت إلى أن بوتين مدرك تماما على ما يبدو لقوة تركيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدثت عنه الصحف الروسية في هذا الشأن، وقالت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضيق على نفسه من خلال تعاطيه مع الملف الأوكراني، ومؤكدة أنه مدرك تماما على ما يبدو قوة تركيا. جاء ذلك في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول تطورات الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وسط تصاعد كبير للغاية للتوتر واتجاهه إلى صراع مسلح. تؤكد الصحيفة الروسية أو الصحفية الروسية أنه في ظل التصعيد الحالي بين موسكو والغرب، فإن ما سيحدث بالأيام القليلة المقبلة أمر غير معروف، لكن الشيء الوحيد الواضح هو أن مقامرة السيد بوتين فشلت، حيث يرى الآن أن هامش المناورة المتاح له يتضاءل، ويمكنه اتخاذ خطوة الغزو والمجازفة بالهزيمة أو التراجع دون أدنى مكسب من نهج السير نحو حافة الهوية الذي يتبناه. وترى الكاتبة أن نية الكريملين عدم خوض غمار الحرب قد لا تكون واضحة، خاصة في ظل الحشد المضطرد لأكثر من 100,000 جندي على الحدود الأوكرانية، لكن هناك أسبابا عديدة للاعتقاد بأن موسكو ستتراجع عن خطوة الغزو. فمن ناحية لدى بوتين الذي اتسم سلوكه بالحذر الفطري لمدة عقدين من الزمن، سجل في الانسحابات عند ظهور أول مؤشر على الصراع الحقيقي. فعندما قتلت القوات الأمريكية عشرات المرتزقة الروس بسوريا في عام 2018 على سبيل المثال، كانت لديه فرصة مثالية لرد، لكن موسكو نفت بدلا من ذلك وقوع أي مذبحة على الإطلاق. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على ما أشار إليها أحد الخبراء حيال قوة الدولة التركية. كان أمر لافت للنظر، الغواصات التركية والصناعات الدفاعية التركية تحدثنا عنها كثيرا، وعن التطورات الهائلة والكبيرة التي تشهدها تركيا في هذا المجال. الغواصات التركية الصغيرة ستغير قواعد اللعبة مثل الطائرات المسيرة، هكذا أشار أحد الخبراء في المجال الدفاعي. دعونا نلقي نظرة أيضا على مضمون ما أشار إليها هذا الخبير. بعد النجاح الكبير الذي حققته تركيا في تطوير وتشغيل وتصدير الطائرات المسيرة، أكد باحث في الشؤون البحرية أن الغواصات الصغيرة التي ستبدأ تركيا في إنتاجها وستعمل في الوطن الأزرق ستغير قواعد اللعبة البحرية أيضا. كوزان أركان، وهو أحد الخبراء الذين يتابعون تطورات صناعة الغواصات عن كسب، قال لإذاعة تريتي هبار التركية
إن أنقرة اكتسبت هذا النهج الاستراتيجي بفضل برامج بناء الغواصات التي كانت مستمرة منذ الثمانينات. ولفت إلى أن الغواصات الصغيرة نظرا لطبيعتها سيكون من الصعب تطويرها، لأن عددا كبيرا جدا من الأنظمة الفرعية يجب أن يتم بناؤها في أحجام صغيرة. لكنه استدرك بأن منظومة صناعة السفن التركية يمكن أن تتعامل مع ذلك. وأضاف أركان أنه مع تطوير غواصات فئة ريس، وهي غواصات ذات نظام دفع مستقل عن الهواء، تم تطويرها في إطار مشروع نوع جديد من الغواصات أوصلت الصناعة في البلاد إلى مستويات أعلى بكثير. وقال إن الغواصة المصغرة المشفرة باسم STM500 والتي طورتها شركة STM والتي سبق لها أن لعبت دورا مهما في تطوير غواصات فئة ريس، ستكون الأجزاء المنتجة محليا فيها أعلى من أي غواصة أخرى. كانت شركة الدفاع التركية STM كشفت نهاية العام الماضي عن تصميما لغواصة صغيرة، وهي غواصة هجومية صغيرة تزن 540 طن. بهذا الأمر المبشر أكون قد وصلت مع حضراتكم لنهاية حلقة الليلة من برنامج رأيي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.